مباراة قوية جدا من الأهلي والزمالك تجمع بين فريقي الأهلي المصري مع فريق الهلال السوداني، يعتبر الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023، وتعتبر مباراة مصرية للأهلي المصري حيث لا بديل له عن الفوز في هذه المباراة بفارق هدف أو هدفين عن الهلال السوداني لتخطي عقبة الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا. ومن حيث الترتيب فئة الأهلي المصري في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، أما الهلال السوداني فئته في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. تقام المباراة يوم السبت الموافق 1/4/2023 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت الإمارات العربية. المباراة هتذاع على استاد القاهرة بمشيئة الله تعالى وبحضور 50,000 مشجع من محبين ومشجعين الكرة المصرية وبالأخص النادي الأهلي. ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت ولكن التردد الأرضي، وهسيب لحضراتكم رابط في أسفل الفيديو ده أو في صندوق الوصف بيعرفكم إزاي تستقبلوا القناة على أجهزتكم بكل سهولة، أو هيظهر في الأعلى أمام حضراتكم بجوار حرف الآي في أعلى الفيديو دلوقتي. مع أطيب التمنيات للأهل المصري بالتوفيق وتمنيات الجماعة مشاهدة ممتعة، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.